الان عندنا في حفر الباطن. علي الضويني يا اخوان هذا الولد عجيب. ايام في ثاني ثانوي قلبه تعلق في القران، قلبه تعلق في الايمان. والله صاحب ابتسامه، والله انا ما اقول شهيد، اني لا ازيد في الكلام، انا صاحب ابتسامه وانا صاحب خير. دخل الحلقه عندنا في المسجد فكان يقرأ القرآن وكان يتغنى في القرآن، كان يحب شيء اسمه علي هذا، كان يحب شيء اسمه الآذان. سبحان الله يا اخوان، يتصيد المساجد كي يؤذن فقط. امشي في الحي وفي الحاره وفي الشارع ما اسمع الا صوت علي يؤذن، وكان يطبق صوت الحرم. الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أنا كنت إمام مسجد وجيت وكل لي المؤذن إني أؤذن. يوم جيت إخوان إلا علي، يوم كان وقت عمره 18 في ثالث ثانوي، كان واقف وكان يناظرني وأنا ضد. قلت علي أكيد تبي الآذان، قال لي والله تكفي يا أبو عبد العزيز. قلت سم فأذن. يوم خلص قال لي الله يجزاك خير. قلت وش أمنيتك يا علي؟ قال أمنيتي يا أبو عبد العزيز أني أؤذن في الجامع، في جامع الحي. أذن علي في الجامع. قلت وش أمنيتك يا علي؟ قال والله يا أبو عبد العزيز أمنيتي إني أذن في الحرم. رحنا للرياض وسجل علي في جامعة، في جامعة الملك سعود في الرياض. سبحان الله، يتصل علي يا إخوان ويعرف المؤذنين، صليت عند المؤذن في قلبه معلق في مسألة الآذان وهو طالب حلقة، حب شيء اسمه الآذان. يوم من الأيام جلست أنا وياه في سفرة، قلت يا علي، قال نعم. قلت يا علي وش أمنيتك؟ قال يا أبو عبد العزيز أمنيتي أن أجلس في الجنة مع البلال بن رباح وحسان بن ثابت. ليش؟ أن مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم. أمنيتي يا أبو عبد العزيز أني أكون في الجنة وأركب على أكبر تل في الجنة فأؤذن في الجنة وأقول الله أكبر الله أكبر. يقول أبي صوتي على أرجاء الجنة، يقول يا رب إن الله بلغني أمنيتي. سبحان الله يا اخوان، علي كان يتمنى هذه الامنيه، وكان يحب الاذان، وشيء دخل الاذان في قلبه. وحتى كان يقول، حتى كان يحاج الشباب في الحلقه، يقول الاجر اكثر اجر الاذان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اطول اذان اطول اعناق يوم القيامه المؤذنون. يوم من الايام وفي ذلك الصباح تاتيني رساله، انتقل علي إلى رحمة الله. والله يا إخوان فجئت على وفاة علي في ريعان الشباب. انتقل إلى رحمة الله علي في حادث، انتقل في حادث يا إخوان، أبوه أصيب في جلطة فودوه إلى أحد القضاة، هو وأخوه كانوا في الطريق، فكان الحادث وجها بوجه مع أحد السيارات، فقفلت عليهم السيارة فاحترقت السيارة واحترق علي. والله يقول لي أحد المغسلين أن منع جثة علي من أبوه من أخوه. يا الله، مات علي، وكانت أمنية علي يا إخوان أنه يؤذن في الجنة، فأسأل الله أن يبلغها الأمنية. يقول آمين. فهذه رسالة إلى طالب الحلقة، أثبت على دين الله إلى أن تلقى الله. رسالة وأختم بها، أن الإعلام الآن يصورون الإخوان، رسالة إلى النساء. ربما يقول ما دور النساء؟ لا، المقاطع تنتشر. اسمعوا هذه القصة وهذه رسالة، نصيحة لكل شاب ولكل فتاة، لكل شاب عنده علاقة مع بنت، لكل فتاة معها علاقة مع ولد، لكل شاب معها علاقة مع بنت، وكل بنت لها علاقة مع ولد. اسمعي يا من تنظرين إلي، اسمعي وتأملي. اتصلت علي إحدى الفتيات، والله قمت الفجر 31 مكالمة، رفعت التلفون قلت نعم. إلا بنت عمرها 14 سنة يا إخوان تصيح وتبكي تقول يا شيخ يا شيخ، أنا وقعت مع شاب، أنا وقعت مع شاب ما كنت أتوقع أنه يزني فيه. ما كانت بينكم بين علاقة؟ وين الحب؟ وين الغرام؟ وين الكذب؟ وين ادعاء الزواج؟ لأن البنات مسكينة.
المسكينات إخوان، الذئاب البشرية يكذبون ويقولون نبي نتزوج وبعدين تصيرين زوجة. أصلاً واحد يقول ما أرضى أن تكون زوجتي وحدة كانت تتكلم، والله قالها يا إخوان بعض الرسالة، وهذه رسالة لكل بنت يقول ما أرضى أنها أن تكون زوجتي وحدة كانت تتكلم، فكيف أنها كانت تطلع؟ لأن ما يضرب وحدة في هذا الأمر. هذه إخوان البنت بدأت تصيح، قالت ثلاث سنوات لي علاقة، ثلاث سنوات لي علاقة مع هذا الشاب، يوم من الأيام اتصالات وحب وغرام وابتسامة، طلعت معه هدية وهديتين. تقول يوم من الأيام تقول طلعت معه إلى إحدى الطرق فأظلم الطريق. تقول التفت قلت وش عندك يا فلان؟ قال فلان مو فلان الأول. قالت يعني كيف؟ قال أقول لك فلان مو فلان الأول. تقول يا شيخ شوف ذلك بشري تغير، ذاك الوجه وذيك الابتسامة، يمكن الآن بنت الآن تشوفني تقول مو كلهم. لا والله كلهم، والله كلهم، وربي يشهد على كلامك. ليش مو كلهم؟ أقول ركز معي وتأملي كيف مو كلهم. تقول البنت تقول يا شيخ خرجت أنياب الخيانة والغدر، يقول أمسكني ومزق الملابس. تقول وبدأ الآن تقول فجأة ولا سيارتين تاقف، يقول فدريت أنه وشو أن العرض اللي أغلى ما أملك بيده في الحضر. تقول أتاني الضرب فأغمي علي، استيقظت، ولكن وين استيقظت؟ استيقظت في استراحة وأنا عريانة من الملابس وقد أنتهك عرضي. يا أخوان بدأت تبكي تبكي وتبكي، وكانت تقول لي في آخر المكالمة اعذرني يا شيخ تري أنا بنتحر. ما حد سألني يا أخوان كم عمر هذا البنت، يوم سألتها كم العمر قالت 14 سنة. 14 سنة يا الله، يا ويل من يهتك الأعراض، يا ويل من يهتك الأعراض. وهذه البنت اللي تقول أنا واثق فيه، والله صادق معي، والله أنا ما يكذب، والله أداني هدية، والله كذا. أنا أقول رسالة للي مشبكه ولد، ركز، ما هو اللي شبكه، اللي مشبكه واحد. أنا أقول رسالة للي مشبكه ولد، وأنا أقول رسالة للبنت اللي مشبكها رجل. إذا كان هذا يقول أنا أمين وأنا وفي وأنا وفي، أقول كذاب. ليش؟ هذا خان أمانته مع الله. ركز على الكلمة، ركز على الكلمة وحطها بين قوسين. هذا خان أمانته مع الله، كيف يكون وفي معك؟ هذا خان أمانته مع الله، كيف يكون وفي؟ فنقول نصيحة للبنات، لا تضيع البنات من مجرد. وللأسف الشديد كم تتصل بنت تقول بكارتي ضاعت وعرضي ضاع وش أسوي يا شيخ، وكم يتصل علي ولد يقول ضاع عرضي وش أسوي يا شيخ. بعضهم يقول طيب ولا ضاع عرضي، لا ضاع عرضي، أنا ولد مصيري أتزوج. لا، تبقى في ضميرك والناس ما يتركونك، حتى لو تزوجت وجو عيال قالوا إيه هذا يوم كان صغير كان كذا وكذا، يوم كان كذا كان كذا. بالله بالله وش يرضيك ان فلان وانت وش يرضيك يا بنت ان هذا يلعب باحسن جسم يا اخوان والله العظيم ان الانسان يستحي انه يتكلم كلام، انه يفضي شهوته، يفضي شهوته في رجل، يفضي شهوته في بنت. رجل يدخل على امرأته في ليلة الزواج فيكتشف انها حامل في ثالث شهر. الله الله، فنقول نسأل الله السلام والعافية.